السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الاختبار التراكمي رقم 2 على الدرس الثاني استاتيكا أو حتى الدرس الثاني استاتيكا لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي فقط. طبعا ده بيكون على أول درسين استاتيكا. حلينا مع بعض الاختبار مقالي مستويات عليا، وجاي الوقت على الاختبار التراكمي ده موجود في كراسة المعاصر الخاصة بالامتحانات صفحة 7، طبعا النسخة الجديدة 2024. لو انت اول مره شفت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وبفكرك ان كل الفيديوهات موجوده سواء الشرح او الحل في قوائم التشغيل، شرح الدرس بعديه حل التمارين كلها بامر الله. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. السؤال الاول بيقول لي قوتين متلاقيتين في نقطه مقدارهم 3 قاف و2 قاف، مقدار المحصله 5 قاف، فان قياس الزاويه. خلي بالك انا لاحظت ان المحصله عباره عن مجموع القوتين اللي هي 3 قاف و2 قاف، وقلنا لو المحصله باشمهندس بتساوي مجموع القوتين في الحاله دي ان المحصله قيمه عظمى، ومعنى ان المحصله قيمه عظمى يبقى هما في نفس الاتجاه، وبناء عليه بتبقى الزاويه ما بينهم صفر، ودي من الدرس الاول. السؤال اللي بعده باشمهندس، السؤال رقم 2 بيقول لي حللت القوة ح إلى قوتين قاف 1 وقاف 2 تصنعان مع ح زاوية قياسها هي 1 وهي 2. طيب تخيل معايا كده إن في قوة هنا ح، حللتها لقاف 1 وقاف 2 وقلنا لازم يبقوا في جهتين مختلفتين، وقال لك إن هي بتصنع هي 1 هنا مثلا مع الأولى وهي 2 مع القوتين، هو عايز مني مقدار قاف 1. طب تعالى نعمل القانون كده، قاف 1 على جهة الزاوية بين القوتين التانيين جهة 2 هيساوي قاف 2 قاف 2 على جهة الزاوية بين القوتين التانيين اللي هي جهة 1 هيساوي المحصلة على جهة الزاوية دي كلها اللي هي جهة 1 زائد ه 2. طب هو كل الإجابات بدلالة مين؟ بدلالة المحصلة. تمام، يبقى أخد النسبة دي مع النسبة دي، يبقى أنا بالنسبة لي إن قاف 1 هيساوي ده في ده، يبقى ح جهة 2 على دي اللي هي جا ه واحد زائد ه اتنين، يبقى بالنسبة لي ح جا ه اتنين على جا ه واحد زائد جا ه اتنين اللي هي بالنسبة لي الاختيار ايه جي يا باشمهندس. طيب السؤال رقم 3 يا باشمهندس بيقول لي قوتين متساويتان في المقدار، قياس الزاوية بينهم 90 والمحصلة 8 فإن مقدار كل من قوتين. من الدرس الأول هقول إن المحصلة بتساوي 2 ق جتا نص الزاوية، فالمحصلة بتساوي 8 هتساوي 2 ق جتا نص التسعين اللي هو 45، هنا على الاتنين فالواحد على الاتنين فالاربعة، هقسم هنا على جتا 45 وهنا على جتا 45، يصبح ان ق بتساوي 4 على جتا 45. تعالى نحسب دي، 4 على كوساين 45 تطلع معايا ب 4 جذر 2، يبقى انا بالنسبة لي 4 جذر 2، ويبقى بالنسبة لي الاختيار الصح هو ج. وخلي بالك تتحل برضه بدرس النهاردة عادي جدا والله، في قوتين اهم متساويتين في المقدار، يعني دي قاف ودي قاف الزاويه ما بينهم 90، وطالما متساويتين في المقدار يبقى المحصله بتنصف، يبقى دي ح يبقى دي 45 ودي 45 خلاص، وقال لك ان ح بيساوي 8. طب ما انا عارف بقى ان القوه مطرح ما تنام جابت، تمام، يبقى قاف بتساوي 8 جتا 45 اللي هي في ثانيه هتطلع 4 جذر 2. اتاكد كده معايا، 8 كوساين 45 و4 جذر 2. تمام، ما توقفش كده على طريقة وما تتأيدش. السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لي قاف 1 بيساوي ايه؟ نفس الفكرة، قاف 1 على جهة الزاوية بين القوتين التانيين يبقى قاف 1 على جهة 30 هيساوي قاف 2 على جهة الزاوية بين القوتين التانيين يبقى قاف 2 على جهة 45 هيساوي المحصلة اللي هي 12 على جهة الزاوية بينهم اللي هي جهة 75. طب هو القاف 1، طب هو واخدها بدلالة القاف 2؟ لا، مفيش قاف 2 خالص في الإجابات، فالنسبة دي مش هستعملها، يبقى أنا هاخد دي مع دي، يبقى قاف 1 هيساوي ده في ده اللي هو 12 جا 30 على جا 75، جا 30 بنص لما اضربها في 12 تبقى 6، يبقى دي 6 جا 75، ادي ال 6 والجا بتطلع فوق تبقى قاطع جتا 75، واعتقد احنا حالين السؤال ده في الاخطر على ما اتذكر، خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ بيقول لي قوتان مقدارهما 4 وقاف تنقسمان في نقطة مادية وقياس الزاوية بينهما 135. فإذا كان اتجاه محصلتهما يميل على القوة ق بزاوية 45، عايز ق في مقدار المحصلة، ممكن تحلها بالدرس الأول، ممكن تحلها بالدرس الثاني، بس الدرس الثاني أسهل. ليه؟ في قوتين أهم، واحدة مقدارها 4 وواحدة مقدارها ق، والزاوية بينهم 135. قال لك إن المحصلة بتميل على القوة اللي اسمها ق كده مثلا، آدي المحصلة
بزاويه 45. طب ما انت عارف ان الزاويه بينهم 135، يبقى اذا الزاويه دي 90، ده لها اكتر من طريقه، المفروض دي تبقى قايمه يعني، بس معذره عن الرسم. خلاص. طيب انا دلوقتي مش مهندس معايا شكل، هو عايز القاف وعايز المحصله، يبقى 4 على جتا الزاويه من القوتين التانيين، يبقى 4 على جتا 45 هيساوي المحصله على جزء الزاويه ما بينهم اللي هي جا 135، هيساوي القوه قاف على جزء الزاويه من القوتين التانيين اللي هي جا 90. جا 90 دي بواحد، يبقى القاف بتساوي اي نسبه من دي وليكن دي، يبقى القاف تساوي 4 على جتا 45. ادي 4 على كوزين 45، بص كده تطلع معايا 4 جذر 2، يبقى انا بالنسبه لي النقاب 4 جذر 2. حلو جدا. عايز من المحصله، يبقى ده في ده على ده، يبقى المحصله بتساوي 4 ج 135 على جتا 45. خلي بالك ان ج 135 بتساوي الجتا 45 اصلا، فدي هتروح مع دي، يبقى بالنسبه لي هتساوي 4 نيوتن يا باشمهندس. ممكن نحلها من الدرس الاول، وممكن نحلها ان هي عموديه، خلي بالك ممكن اقول ان المحصله عموديه على القوه دي، لان دي 90، يعني بالنسبه لي هيبقى 4 جتا الزاويه ما بينهم اللي هي 4 زائد معذره 4 زائد القوه الثانيه اللي هي قاف جتا الزاويه ما بينهم اللي هي جتا 135، الكلام ده بيساوي صفر لان هي عموديه على القوه 4. جتا 135 دي اصلا بسالب 1 على جذر 2، يبقى بالنسبة لي هتروح الناحية التانية، يبقى 1 على جذر 2 ق بيساوي 4، تضرب هنا في جذر 2 وهنا في جذر 2، هتطلع لك ان ق و4 جذر 2. كذا طريقة، وأنا مش عايزك توقف دماغك من الآخر، خلاص؟ طيب السؤال التالت بيقول لي حل لك قوة مقدارها 100 نيوتن في اتجاهين، أحدهما يميل على القوة بزاوية 60 والآخر بزاوية 30، خلي بالك إن كده المركبتين متعامدتين. معايا قوة 100 نيوتن، أدي القوة. في واحدة 30 يبقى دي قاف واحد، وفي واحدة 60 اهي. هو عايز ايه؟ هو عايز القوتين يا باشمهندس، سهلة جدا. هنا مطرح ما تنام جاب التمام، يبقى قاف واحد المية اللي هي القوة معذرة 100 جتا الزاوية اللي هي جتا 30، وقاف اتنين هتبقى 100 جتا 30، جتا 30 بنص يبقى دي 50، والوحدة بنيوتن، والأولى دي هتبقى 100 في جتا 30 جذر 3 على ال 2 على 2 فال 1 على 2 فال 50، يبقى 50 جذر 3 نيوتن، يبقى القوتين هما 50 و50 جذر 3 ومسألتك خلصت. خلاص؟ ده كده يا باشمهندس الاختبار الثاني القصير، اختبار سهل جدا وبسيط الحمد لله. كده انتهينا من الدرس الثاني استاتيكا، اختر مقال مستويات عليا او شرح الحمد لله. ان شاء الله الحصه اللي جايه الدرس الثالث جبر اللي هو بعد خواص الدوال، انا الشرح بتاعه موجود في قائمه التشغيل، ان شاء الله نحل برضه تمارين الاخطر والمقال والمستويات العليا زي ما احنا متعودين، والاختبار التراكمي كمان بامر الله. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان انا اكون افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميرا رياضيات، وشكرا جدا.